بسم الله الرحمن الرحيم. الحسيني دوبي الرئيس المجلس الجامعي لتي وزيق سيدي يفني سون زوارو عرس مرحبا س موقع كادير 24 اللي دار لنا يلا قدام باش نفيد تصريح حول الاستعدادات اللي كان المجلس الجامعي حاليا سو الموكال الولايلي امس الجامعه بالمركز الموكال سيدي حسين. الجامعه توزار بستين تقريبا ربعة ديال الموكال غيكا موكان بوغرفا غيكا موكان سيدي علي بوزيد غيكا موكان سيدي بو ابراهيم يسك غيكا سيدي احمد سيدي احمد محمد الناس بي فورا الموكار تقريبا اول موكار سيدي يفني تسول كيكات الموكار سيدي حسين الموكار كان الموكار يعني كان قديم كان تجاري حاليا مع التطور اللي دار الناس المجتمع يعني الموكار باش يدير التنشيط يدير الرواج التجاري للمنطقة يعني باش يميل شوية ميك التنشيط الخير هذا بدا يلي بك الفولكلور يلي بك النشيط الثقافي والفني غير غيفكر المجلس مسكين رايد التعاون ان شاء الله ديال المؤسسه اللي قال مؤسسه تيوزا الثقافه والفنون اللي يسكن مجموعه من الفقرات ومجموعه من العروض اللي رتزل خلال السنه ان شاء الله السنه 21 22 23 العروض كلشي اللي تقدم المؤسسه ديال متنوعه لا دينا مجموعة من الشركاء اللي ربما رد عن المؤسسات باش الخير هذا يزري بخير على خير إضافة إلى المؤسسات العمومية الدولة كالعمالة وكذلك السلطات المحلية والدرة الملكي والقوات المساعدة ورجال المطافي يعني كل شيء تجند أدرتو الجمعيات المحلية اللي هي مركز التنتات يتجند إذا كل شيء الخير الحمد لله يتجند زائد المجلس باش تزرينو السنة يعني في أحسن الظروف غير كلي تزرع من راس المنشور تيلا باسم مجموعة من الأمور خير تيلا دواء علمية غير لي ختيلا كذلك هاد الحملة الطبية للتبرع بالدم كراكيسي لي التحاليل ركيسي لي العبر التنصير ركيسي لي عدد الأمور إذا كل الخير اللي جاي يعني قفزة نوعية لأول مرة للتنظيم مثل جامعة دوزا دون أن ننسى كذلك المعارض من الصناع التقليدية وكذلك التعاونيات الفلاحية اللي راه عرضوا منتوجات إضافة إلى المنتوجات الأخرى اللي بدات تليني من مساء المركز على الأسواق الأسبوعية غير كلي لدينا تظاهرات فنية غير العواد غير كلي غير مجموعة الفرق الموسيقية المحلية ومجموعة من التكريمات كذلك يعني التنشيطة إن شاء الله من رأى زين السعد بخير وعلى خير نشكر مجددا أكاد الفانتكات على الاهتمام الجامعة وكان بالمناسبة باسم سكان جامعة تيوزا أرس مرحبا كل ما ردك الأقدام إن شاء الله اللي يزور المهرجانات اللي يزور المبقرات إن شاء الله أساس مرحبا بس الجامعة تيوزا أرس مرحبا كذلك الضيوف اللي رد يحضر بس ندوة علمية أساتذة جامعيين ولي غتغتنمر المناسبة نيت باش تلك دعوة لرؤساء الجمعيات لأن الندوة تهم بزاف المجتمع المدني اللي نتمنى إن شاء الله التزري في ظروف يعني حسنة كل تضرب كذلك أمس يعني واللي يسوق المجرد غيكان ولي الزنزاني التجار اللي بيعشري يعني عيد شوية نعاون شوية النظام لكن اللي نضرب كذلك بس المسؤولين كيكتا ان شاء الله مخرجات اللقاء اللي تسكن الجامعة غيد باش تطبق باش يدير النظام باش يزيد الأسرة ان شاء الله في احسن الظروف.